السلام عليكم. بس بدي احكي لك، ما في صوت ابدا، يعني انا مش سامعك شو بتحكي، لانه ما في صوت عندك ابدا. بس افتح الشات، خلينا شوفي اذا في حدا شايف، يعني طالع عنده صوت. لسه الصوت ما وضح، بدي أطلع وأرجع أفوت. مرحبا، مس كمان عندي ما في صوت. نطلع نرد نفوت، إلا إيش نساوي؟ ايه هيك تمام؟ هيك تمام. طيب تمام. طيب معلش مس، نعتذر شوي على التأخير. أعتقد الكل هلأ جاهز معنا. بداية مس بدي أعرفكم بنفسي. أعتقد في ناس جديدة معنا وفي ناس يعني حاضرة يعني من قبل. أنا مس إيناس، معلمة اللغة العربية لمنصة أبواب التعليمية. رح نكون مع بعض مس بحصص تفاعلية مباشرة لايف على منصة زوم. رح نشرح فيها حصصكم، رح نجاوب فيها على أسئلتكم والأشياء اللي مو فاهمينها. رح نحاول إنه نغطي جزء منيح من أسئلتكم واستفساراتكم حول المادة. وهاي الخاصية يا تاسع رح تكون إن شاء الله مجانية، لأنه حصصنا بما إنها ساعة وقصيرة يعني مرة بالأسبوع، إحنا عم نلتقي من أول الفصل بكل يوم ثلاثة بنفس الوقت، يعني قبل رمضان برضو كان نفس الموعد. فحصصنا أو موادنا عفوا دروسنا بالتفصيل موجودة بشكل مفصل على المنصة، بتقدروا تروحوا وتحضروها بأي وقت بدكم إياه، موجودة على شكل فيديوهات مقسمة. أعتقد الصوت بعده تمام. طيب وكمان بدي أحكي لكم عن خاصية اسمها سين جيم، للي ما بعرف عنها. هي خاصية برضو موجودة على منصتنا، على منصة أبواب، بتقدر تفوت عليها وتشرح أو عفواً تسأل أي سؤال بدك إياه، أي سؤال بيخطر لك بالمادة، ورح تتم الإجابة عليه بأسرع وقت ممكن. إن شاء الله اليوم مس رح نبدأ، وبدي أنوه على شغلة مهمة كثير بحصصنا، ويعني هي فعلياً قائمة على هذا الموضوع، هو إنه تحكوا لأصحابكم ولكل حدا بتعرفوه عن هاي الخاصية اللي هي خاصية اللايف. بما إنها خاصية مجانية فشجعوا بعض إنه تحضروا حصصنا لحتى الكل يقدر يستفيد من هاي الخاصية. طيب بما إنه إحنا يعني صرنا قاطعين تقريبا 10 دقائق بالحصة، نقدر نبلش. خلال هذا الوقت مس بدي من كل حدا معنا إنه يبعث اللينك لكل حدا بيعرفه. الآن إحنا رح نبعث لكم الرابط تبع الحصة، وكمان آخر شغلة بدي أحكيها، بدي أشير معكم آخر الحصة لينك تقييم، رابط تقييم بدي إياكم تفوتوا عليه وتقيموا حصتنا، تكتبوا لنا شو عندكم ملاحظات، أي إشي بتحبوا إنه نحسنه بهاي الخاصية، رح نكون يعني شاكرين وممتنين كتير. ف نبدأ على طول بالمادة مس. هلأ في مجموعة رافعة إيدها، ما بعرف إذا في مشكلة معينة مس، إذا في إشي بعتولي بالشات هلأ بنشوف. أعتقد كان على نفس موضوع الصوت. إذا في أي مشكلة مس بعتولي على الشات، يعني أظن قادرين تبعتوه، قادرين تبعتوا على الشات، بعتولي إشي عشان أتأكد منكم. طيب بنقدر هلأ نبلش؟
شوف مرة درى فايدها. مرة حماس. مسألة ما بدي سؤال، بس عشان الصوت قبل شيء، بس التعليقات مش مفعلة. التعليقات ما بتقدروا تبعتوا عليها. طيب دقيقة، ما في مشكلة. هلا طيب بالنسبة لدرسنا أو مادتنا يا تاسع، أظن هلا بتقدروا تبعتوا. طيب وعليكم السلام، اهلا 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 بالجميع يا ماس. بدنا نحاول نستغل الوقت هلا. بدايه احنا بلشنا، او عفوا خلصنا، انهينا بالحصص السابقه، خلصنا التوابع، خلصنا النعت، التوكيد، البدل والعطف، وحلينا تقريبا اسئلتهم، شرحنا بشكل نوعا ما يعني كامل ووافي. وإذا أي حدا عنده أي سؤال، عنا كل الحصص مسجلة وموجودة باليوتيوب، فأي حدا عنده أي سؤال بيقدر يا إما يرجع لليوتيوب، وممكن برضو يسألنا على خاصية سين جيم زي ما قلت لكم، أو يفوت على المنصة إذا كان عندكم أي سؤال حول المادة. اليوم إن شاء الله رح نبلش بدرس المفعول معه. المفعول معه هو درس سهل وبسيط كتير، بس إن شاء الله رح نبلش درس جديد. فأنا بدي أشير معكم الصورة. احكوا لي إذا الصورة عندكم تمام. واضحة تمام طبعا. وبنقدر يعني حنشير معكم كمان شوي برضو رابط الفيسبوك ورابط مجموعة الواتساب. فعليا يعني أغلب الأسئلة والإشكالات بتكون بالقواعد. معلش اللي دخل متأخر، إحنا يعني هلأ بلشنا لسه ما أو لسه ما بلشنا. طيب بدنا نبدأ على طول بالشرح. ماس هلأ المفعول معه بداية، إيش هو؟ ما هو المفعول معه؟ كيف يعرب؟ وما هي واو المعية؟ يعني هاي رح تمرق عليكم كتير، هاي الاسم واو المعية. اليوم إن شاء الله رح نتعرف عليها، شو هي وعلى ماذا تدل، شو معناها. تمام؟ هلأ يا مس، واو المعية أو المفعول معه هي اسم منصوب. هلأ بدنا نفصل التعريف بالتفصيل لحتى أفهم كل جزئية بهذا التعريف. الآن مفعول معه لما أحكي اسم منصوب، أولاً لما أقول إنه اسم، يعني هو لا هو فعل ولا هو حرف، لأنه أقسام الكلام في اللغة ثلاث، يا إما اسم أو فعل أو حرف. فلما أحكي إنه المفعول معه هو اسم منصوب، إذن هو مستحيل إنه يجي اسم، عفواً مستحيل إنه يجي فعل، ومستحيل إنه يكون حرف، هو من الأسماء. طيب لما أحكي منصوب، إذن هو اسم دائماً منصوب. إذا بتتذكروا كلمة مفعول، بشو بتذكركم؟ كلمة مفعول بتذكرنا بالمفعول به، وهذا النوع المفعول معه هو من أنواع المفاعيل. عندنا عدة أنواع بالمفاعيل. عندنا أول شيء المفعول به اللي كلنا بنعرفه، ثالث ركن من أركان الجملة الفعلية. عندنا أيضا المفعول فيه اللي هو اسم الزمان واسم المكان. عندنا المفعول المطلق، أخذتوه تاماً، المفعول المطلق. وعندنا المفعول لأجله والمفعول معه. اليوم درسنا بالتفصيل رح نحكي عن المفعول معه، متى بيجي، متى بحكي إنه هذا مفعول معه. دقيقة بس نستخدم الله. الآن لما أنا أحكي مفعول معه،
لازم يكون عندي إشي اسمه واو المعية أو واو المصاحبة. أنا ليش سميتها واو معية بالتحديد؟ لأنها تأتي بمعنى مع يامس، بقدر استبدلها بحرف مع، كلنا بنعرف مع، فالواو هاي تأتي بمعنى وع مع عفوا، وتدل على المصاحبة، المصاحبة. هلأ رح ناخذ مثال وراح يتبين معنا أكثر إيش الحكي اللي عم نحكي فيه. أنا بس عم بحاول إنه إيش هي هاي واو المعية؟ رح ناخذ مثالين، وعشان ما نخربط بينها وبين واو العطف رح ناخذ مثالين ونحاول نميز. طيب بس أولا، أول مثال عندي جاء، أو عفوا سار الرجل والقلم، عفوا لأني عم بعمل بالقلم، ف سار الرجل والنهر. لما أحكي سار الرجل والنهر لهون عندي واو، ولما أحكي حضر زيد ومحمد أيضا عندي واو. لكن أنا متى بدي أعرف هاي الواو هي معية ولا واو عطف اللي أنا تعرفت عليها بالحصة السابقة بدرس العطف؟ لما أقدر أستبدل الواو هون بحرف مع، هنا أنا بعرف إني عم بحكي على واو معية أو على مفعول معه. لما أحكي مس سار الرجل والنهر، هون معناها إنه سار الرجل بمحاذاة أو بمجاراة النهر. هنا مع النهر لا يعني إنه سار مع النهر، سار معه حرفيا، أي مشى معه، مشى النهر بجانبه، لا، هو الذي سار بمحاذاة أو بمجاراة النهر. النهر ما يعني يمشي مثلا باتجاه الشمال، مثلا هو مشى بمحاذاته أو بمجاراته. تعطي هذا الواو معنى المعية، أي أستطيع أن أستبدل مكانها حرف مع. أما المثال الآخر اللي هو حرف بدنا نشوف شو أعطت معنى. لما أقول حضر زيد ومحمد، هنا إذا بتتذكروا حرف حروف العطف، درس العطف اللي أخذناه الحصة السابقة والحصص اللي آخر حصتين تقريبا، أخذنا حروف العطف. ومين بتذكر شو معنى حرف العطف الواو؟ حرف العطف الواو إيش كان درسنا إنه يعطي معنى ماذا؟ آه برافو يا جنى، الجمع والمشاركة، أحسنتم. إذا حرف الواو اتذكرنا الصوت هلا عند الكل تمام، معلش، ممتاز. الواو إذا بتتذكروا أخذنا إنها تعطي معنى المشاركة، مشاركة الاسمين في حكم واحد. هنا اشتركا زيد ومحمد في حكم ماذا؟ في حكم الحضور. فبالتالي أنا بحكي إنه الواو هاي واو عطف، واو عطف مش واو معية. ما بقدر أستبدل أقول حضر زيد مع محمد بمصاحبة محمد، لا، هنا الواو هنا كانت واو عطف، أعطت معنى المشاركة والجمع. طيب الآن كمان شغلة بدي نعرفها، هو الاسم، أو بدي حتى أميز، بدي أنتقل لشغلة تانية. الآن بدي ننتبه على الفعل، أو عفوا الكلمة اللي بعد الواو المعية، والكلمه اللي بعد واو العطف. الان انا لما حكيت عنه، لما عرفته بالبدايه، حكيت انه هو اسم منصوب، يعني ياتي دائما منصوبه، تاتي هذه الكلمات بعد واو المعيه دائما منصوبه، مستحيل تيجي مرفوعه او مجروره. ليه؟ لانه من المفاعيل، والمفاعيل كلها دائما منصوبه. فهون بنلاحظ انه سار الرجل والنهر، إذا بلاحظ إنه الحركة اللي بعد واو المعية هنا حركتها ماذا؟ النصب. هاي ركزوا على الراء، حركتها النصب، منصوب بالفتحة، ممتاز، منصوب بالفتحة. لكن درس العطف إذا بتتذكروا كان من ضمن درس التوابع، واللي تعلمنا إنه هاي التوابع تتبع ما قبلها بالحركة. شو يعني هذا الكلام؟ يعني إنها متغيرة، هذه الكلمات وهذه الأسماء متغيرة حسب ما قبلها. هنا جاءت حضر زيد ومحمد،
جاءت مرفوعة، هيها مرفوع لأن ما قبلها مرفوع. بالضبط، ممتازين. هنا ممكن أحكي مثلا قرأت، هذا مثال آخر على العطف، قرأت مثلا قصة وكتابا. شوفوا كيف جاءت مختلفة، جاءت منصوبة. ليه جاءت منصوبة؟ لأنها تابعة لما قبلها من التوابع. تذكروا، ضلكم تذكروا إنه التوابع تتبع ما قبلها في الحركة الإعرابية، أهم شيء. لكن المفعول معه يأتي دائما منصوب. شو ما كانت الكلمة، شو ما كانت الحالة الإعرابية للكلمة اللي، معلش صورتي معلش، بس المهم صورة الشرح تكون موجودة. المهم بالمفعول معه، إذا بنلاحظ الكلمة اللي قبل الواو، شو ما كان، شو ما كانت الكلمة، شو ما كانت حالتها الإعرابية اللي بعد المفعول معه، أولا حالة إعرابية ثابتة وهي النصب، ثانيا إعراب ثابت وهو، نركز مع بعض، هاي نعرب الكلمة بعد واو المعية مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذا بتركزوا بيشبه كتير إعراب المفعول به، وكل المفاعيل مس كلها بتيجي تقريبا نفس الإعراب، بس اللي بيختلف هو إنه إيش أجا نوعها، هل مفعول معه، هل مفعول لأجله. لكن بيشتركوا بإنه كلهم مفاعيل، وبيشتركوا إنه كلهم منصوبات، هي من المنصوبات في اللغة، لا تتغير حركتها أبدا. ناخذ مثال مثلا ونحاول نعرب ونحدد. عندي جملة يخشع المؤمن وسماع القرآن. عندي بدي حدا فيكم هيك بالشات تحاولوا احكوا لي هل شو نوع هاي الواو. برافو، ممتاز. انا بدي ارجع، نرجع نحكي الواو المعية حتى اقدر اميز هل هي واو معية ولا لا، بدي احاول استبدلها بحرف مع. مع هنا انا المعنى الذي اريد ان، يعني اذا الواو المعية، الفرق بينها وبين الواو العطف، اذا جاءت عطف يفسد المعنى الذي اريد ايصاله. اذا جاءت عطف او اذا قلت انها عطف يفسد المعنى، ببطل عندي او بخرب عندي المعنى اللي انا بدي اوصله. الان انا بدي اوصل لك معنى انه يخشع المؤمن مع سماع القرآن، عندما يسمع القرآن. تمام، يخشع المؤمن وسماع القرآن. أنا هون استبدلت، ما قصدت معنى اللي هو المشاركة، ما قصدت معنى المشاركة، قصدت معنى المعية اللي هو مع يخشع المؤمن مع سماعه للقرآن. تمام، لا يمكن أن يشترك المؤمن وسماع القرآن في حكم الخشوع. بزبط أحكي يخشع المؤمن وسماع القرآن، هل سماع القرآن ممكن أن يخشع؟ لا، حكينا الواو العاطفة يشترك الركنين الجزئين في الفعل اللي عندي. هلأ رح نروح على الفعل اللي وراه، وزي المثال اللي أخذناه بالبداية، اشتراك الجزئين المعطوف والمعطوف عليه في حكم واحد. إذن هون أنا هون قدرت أميز إنه هاي الواو واو معية. هلأ كيف بنعرف واو المعية؟ ممتاز زيد، برافو زيد الحمصي. واو المعية بنعربه حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إذن هو حرف لا محل له من الإعراب. نيجي نكتب الإعراب هون، حرف مبني على الفتح، لأنه أنا بقول و. ليش حكيت مبني على الفتح؟ لأنه لا يتغير إعرابه. مبني أي لا يتغير إعرابه وين ما يجي، دائما هو مبني على الفتح. مستحيل أحكي يخشع المؤمن وسماع القرآن، مستحيل. فبالتالي هو مبني، دائما يأتي مبنيا على الفتح، دائما بيجي هذا الحرف وعليه فتحة. إذا حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تمام، طيب سماعة الكلمة اللي بعد الواو،
أيوة بالضبط، حكينا نفس الإعراب، نفس الإعراب. هاي الشغلة كتير بتساعدكم إنها مكررة، بس بصفي عندي أميز هل هي واو معية ولا لا. بالضبط، ممتازين، برافو. مفعول معه، مفعول عفوا، مفعول معه منصوب بالفتحة، بس هذا هو الإعراب يامس. ممتازين، مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب هلا عندي أيضا مثال على ال طيب إن شاء الله راح نخلص هذا المثال وننتقل للكتاب. شاركوا حسام وأحمد في المسابقة. هل هون أتوقع الأغلب صار قادر يميز إنه هاي، هل هاي واو عاطفة ولا هاي واو معية؟ ممتازين، برافو. هاي واو المشاركة والجمع، ممتازين. ليه؟ لأنه أنا عندي حسام وأحمد، عندي اسم معطوف ومعطوف عليه، اشتركوا في حكم واحد وهو المشاركة. التنين اشتركوا في حكم واحد أو فعل واحد وهو المشاركة، بالتالي هون أعطى عندي معنى العطف، أعطى عندي معنى العطف واللي هو مختلف تماما عن المعية. هون عندي معطوف عليه، إذا بتتذكروا أركان العطف، معطوف عليه، وأحمد هي الاسم المعطوف. ممتازين، أحمد اسم معطوف، تمام. وهاي واو عطف، ممتاز. ولما أجي أعرب كيف باجي بعرب مثلا حسام؟ نتذكر مع بعض العطف، شو إعراب حسام؟ حكينا بتتذكروا كيف بنعرب العطف، كيف بنعرب المعطوف عليه، وكيف بنعرب اسم المعطوف. ممتاز، حسب موقعه من الجملة. برافو يا ساندرا. هلأ شو أجا موقع حسام هون؟ شارك حسامه، جاء فاعل صح؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ممتاز، إذا هون أنا حددت إنه هاي الواو واو العطف ولازم نحكي إنها تفيد الجمع والمشاركة. ممتاز، إذا الاسم المعطوف شو بده يكون؟ بما إنه تابع حكينا رح يتبع ما قبله بالحالة الإعرابية. إذا أحمد أول شيء حددنا إنه اسم معطوف، وبالتالي بالإعراب نفس الشيء، بكتب اسم معطوف مرفوع. ممتازين، اسم معطوف مرفوع بالضبط. هون بس الفكرة بتكون إنه أنا أقدر أميز هل هذه واو معية أم واو عاطفة، وبسهولة بقدر أميز بي إني إما أستبدل الواو المعية بحرف مع، ومن خلال الأمثلة رح يتبين معكم إنه قادرين بسهولة تميزوا هي هل هي واو معية أو غير ذلك. بالضبط، بدل الواو المعية بقدر أستبدل مع، استبدلها بمع. إذا تم المعنى واكتمل المعنى الذي أنا أريد إيصاله فبالتالي على طول هي واو معية. عشان أتأكد أكثر، الكلمة اللي وراها، الاسم اللي وراها بتكون منصوبة اللي هي المفعول معه، مستحيل تكون أي شيء غير منصوب. هلأ إذا ممكن ننتقل للنشاط الأول، أعتقد أنتوا لسه ما وصلتوا المفعول معه بالمدرسة ولا؟ ممتاز، يعني باعتبار انتم هيك محضرين للمادة، الأغلب لسه ما وصلوا. طيب النشاط الأول، إذا بحب حدا يشارك يرفع إيده. النشاط رقم واحد، هيو مفتوح عندكم أعتقد، واضحة. رنيم، مرحبا مس. تفضلي مس، أهلا. الأول إشي الواو هو حرف عطف. معلش نقرأ المثال، نقرأ الجملة.
بكرة أجنة. أترك المغترة والدهر. برافو، أترك المغترة والدهر. هسا هي هي معي. برافو، أول شيء بدي أحدد نوع الواو. معي. هلا السؤال طلب مني إني أعين المفعول معه وأضبط حركة آخره، يعني بعد الواو هو هو المفعول معه هو الدهر. إيش هي؟ الدهر. برافو، إذن المفعول معه هو كلمة الدهر لأنها جاءت بعد الواو المعي. ممتاز. طيب شو بدنا نضبط حركة آخره، يعني شو بدنا نحط حركة؟ مرفوعة. شو قلنا هي عن منصوبة المفعول معه؟ بالفتح. أيوة برافو. ممتاز، إذن عندي الواو قدرت أحدد نوعها، هي هلا هو من السؤال محدد لك، لكن للي مثلا دخل هلا أو اللي مش ما فهم الواو المعية، أول شيء بدي أحدد نوعها، هل بقدر أستبدلها مع المع؟ إذا قلت مثلا اترك المغترة مع الدهر، المغتر اللي هو المغرور، الشخص المغرور، اترك المغتر مع الدهر، فبالتالي أولا يتم عندي المعنى الذي أريد إيصاله، والكلمة اللي وراها بتكون منصوبة وبنعرفها مفعول معه. أحسنت يا رنية، شكرا. نشوف لما. مرحبا يا مس. أهلا، تفضل. مس، أقضي نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني الهم بالليل جامع. مس، هاي الواو واو المعية، والمنى بالمنى مفعول معه، ومنحط عنا تكون منصوبة فتحة. طيب هلا هون بالمنى اذا بتلاحظوا ايش سبقت المنى قبل بعد الواو، بماذا سبقت؟ بحرف جر. بالتالي ايش بدها تكون؟ اسم مجرورة. بدها تكون اسم جر مجرور، تمام. ما بقدر احكي انها، اذا هاي بدها تكون الواو عاطفة. بالضبط. طيب بنقدر ندور بنفس الجملة وين في واو؟ ويجمعني والهم واو. ممتاز. هلا مستحيل تكون ويجمعني، لأنه يجمعني فعل، فعل هاي فعل مضارع مرفوع. طيب وين عندي كمان واو؟ الواو اللي قبل الهم. أيوة بالضبط، عندي الواو هون، هاي واو، هاي الواو. ممتاز، والهم إذا هنا هاي الواو منصوبة بالضبط. ممتاز، إذا الواو هنا هي واو المعية، بقدر استبدلها بالحرف مع ويجمعني مع الهم. ممتاز، مع الهم عفوا، والهم هنا تكون حركتها دائما منصوبة بما إنها سبقت بواو معية. أحسنت يا لما، شكرا. الله يعافيك. طيب مس، لو سمحتوا اللي شارك ينزل ايده لحتى نحاول نخلي اكبر عدد ممكن من المشاركيه. نشوف لينا رافع. مرحبا مس. اهلا. اقرا. تفضلي. كيف انت لا اللي فوقها. هل تستطيع المطالعة وسماع الموسيقى في إن معا اللي هي والسماع، السماع اللي هي مفعول معه. برافو. هلا الجملة هل تستسيغ المطالعة وسماع الموسيقى في آن معا، هنا أنا بدي أحاول أستبدل الواو بمع، هنا المعنى الذي أريد إيصاله هل تستسيغ المطالعة مع سماع الموسيقى، إذا تم عند المعنى إذا هنا أنا تأكدت إنه هاي واو معية، بالتالي اللي وراها راح تكون مفعول معه منصوب، يعني بدي أحط الفتحة. أشكرك يا لينا، شكرا. ناس نشوف ملاك أو ريتاج. ريتاج أو ملاك، يلا ريتاج بأول بعدين ملاك. إحنا ماشيين على الدور. يلا يا ريتاج. ريتاج. طيب نشوف ملاك. ملك. مرحبا مس. اهلا اهلا ملك. مع مين؟ ملك. يلا تفضلي. كيف تفضلي. انت استخدام الحاسوب. انت واستخدام الواو هون مفعول معه. الاستخدام مفعول معه منصوب. احسنتي، مفعول معه منصوب، بقدر استبدل الواو بمع، بالتالي هي واو معيه، والكلمه او الاسم الذي بعده هو
عفوا مفعول معه. أحسنتي يا ملك، شكرا لك. نشوف زيد. زيد السلام عليكم يا مس. وعليكم السلام، أهلا. أجاوب؟ تفضل. دع الظالم والأيام، والأيام هي المفعول معه وحركته الفتحة النصب. أحسنت. الواو هي واو معية، أنا قدرت أحدد إنها واو معية من خلال إني استبدلتها بالمع. دع الظالم مع الأيام، هذا المعنى الذي أريد إيصاله، فبالتالي الكلمة اللي وراها بدها تكون مفعول معه منصوب دائما. ممتاز يا زيد، أشكرك. نشوف أحمد. أحمد ما بعرف أحمد. طيب نشوف عندي وين رغد. يعطيك العافية ميس. الله يعافيكي. اللي هي سر ورصيف الشارع، اللي هي الواو ورصيف اللي هي واو المعية. ممتاز. والمفعول معه اللي هي رصيف. ممتاز. وكيف نقدر نربطه؟ منصوبة بالفتحة. ممتازة. سر ورصيف الشارع، سر ورصيف الشارع يعني سر عفوا بمحاذاة أو بمجاراة الرصيف، يعني مع الرصيف. ما بالضبط، درس كثير سهل. نشوف في عندي سعاد. سعاد سعاد سامعيني ماس؟ طيب نشوف جنى. مرحبا ماس. أهلا. هسا النشاط الثاني. يلا هلا بدنا ننتقل للنشاط الثاني. هون بالكتاب عندكم جايب ثلاث أمثلة على واو العطف تحت النشاط، برضو إذا بتحبوا إنه ترجعوا تقرأوهم حتى يتأكد عندكم موضوع العطف. بدنا نضل متذكرين إنه واو العطف يشترك أو يجتمع الركنين، ركنين العطف في فعل واحد أو في حكم واحد. يلا يا جنى، هلا السؤال نشاط اثنين بيقولنا ميز واو العطف من واو المعية. تمام. قال تعالى: واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. ممتاز. أن مقام وتذكيري. دقيقة، أن أيدي ماس. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري. طيب انزلي لتحت كمان. وفي كمان أمركم وشركائكم. أيوة هاي هي الواو المعية. هاي هي الواو المعية. أيوة أمركم وشركاء، فاجمعوا أمركم مع شركاء. مع شركاء. مع شركاء. مع شركائكم. ممتاز ممتاز. إذن هون الواو هاي واو معية. هون أنا بدي بس عندي سؤال. تفضلي. بس هسه في يعني في احتمال كبير يعني تيجي الواو المعية في النص، قصدي انه ليش ما يختصروا علينا وحطوا مع، يعني اذا بنقدر نستبدلها بمع. لانه الواو يعني الواو مس كتير لها معاني وكتير وردت، وطالما وردت في القرآن الكريم فبالتالي هي لازم انه يتم دراستها على انها مع، طالما ذكرت في القرآن. تمام، لانه احنا في دراستنا اللغه العربيه بنعتمد بشكل اساسي وبنستشهد بشكل اساسي بقواعدنا على بالقران الكريم. تمام تمام يعطيك العافيه. الله يعافيكي. الشمس والقمر يجريان بمقدار. نشوف احنا عم بنحاول نخلي الكل يشارك. نشوف إلينا جاوبت.
مرح. يلا نشوف ساندرا. ساندرا معي ماس؟ أهلا. أقرأ. تفضلي. الشمس والقمر يجريان بمقدار معنى واو والقمر، هاي كأنه العطف. أيوة ممتاز. الواو العاطفة لأنه عندي اشترك دقيقة شوي. معنى واو. ممتاز اشتركوا بمعنى. أيوة والاسم اللي وراها إيش، هل هو منصوب أو مرفوع؟ مرفوع. ممتاز ممتاز. إذن هاي الواو هي واو عاطفة. طيب اللي وراها ممتاز. خلينا هون نحدد إنه هاي إيه مس، إذا بتحبوا إنه تمسكوا يعني كتبكم معنا واللي بحب يحل. إذن هاي واو عاطف، واو عاطف. إيه طيب حدا تاني، حدا جديد. رؤى. رؤى ما شاركت. حضر علاء، حضر علاء وغروب الشمس. هون غروب. معلش مس المايك عندك عم بيطلع صوت شوي، لو ضبطت لنا اياه بعدين ترجعي يا رؤى. طيب نشوف ريماس. ريماس اعتقد ما شاركت. مرحبا. اهلا. يلا هلا شوفي لنا، بدنا نشوف حضر علاء وغروب الشمس، شو رايك؟ هاي الواو شو نوعها يا معية. ممتازة، واو معية، لأنه بقدر استبدلها بحرف مع غروب، حركتها النصب فتح. أيوة ممتاز. إذا حضر علاء مع غروب الشمس، مع غروب الشمس يعني بنفس الوقت، خلينا نحكي الذي غربت فيه الشمس، وبالتالي هاي تكون واو معية. أحسنتي يا ريمات، شكرا مس. طيب مس هلأ كمان شوي رح نشارك معكم رابط تقييم الحصة، بدي منكم تفوتوا عليه لو سمحتوا وتقيموا لنا حصتنا. طيب بدي ياسمين. ياسمين ياسمين. طيب نشوف ديما. ألو. أهلا. مرحبا مس. أهلا يا ديما. تمام أقرأ الكلمات مس تجاوب. هاي معنا ديما. يا ياسمين طيب. أنت بتروح المثل اللي بعده. طيب ماشي. ديما يلا. سرت وظلال الأشجار، شو رأيك؟ هاي الواو شو نوعها؟ ديما معي ماس؟ طيب ننتقل لياسمين. فو العطف. نعم ياسمين. مس واو معي. واو معي ممتاز. أنا لما أقول سرت وظلال الأشجار أي سرت مع ظلال الأشجار. تمام أمس هي بعتنا لكم رابط التقييم ورابط صفحة الواتساب، جروب الواتساب، بتمنى أنه تفوتوا عليه بنهاية الحصة وتقيموا لنا الحصة. إذا سرت وظلال الأشجار أي سرت مع أو بمجارات الظلال. إذا هاي معية. طيب جلست وضوء القبر. ممكن أحل مين؟ مرح. آه. يلا يا مرح. صرت جلست وضوء، جلست وضوء القمر. هي واو معينة معية 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 قصدي. أيوة
ممتاز. جلست مع ضوء القمر. هل يعقل أن تكون واو عاطفة مثلا بأن نقول جلست أنا وضوء القمر، أي أنه أشترك أنا وضوء القمر في الجلوس، في حكم الجلوس؟ لا يمكن، فبالتالي هي واو معية. أنا أريد أن أوصل هذا المعنى. إذن هاي معية، ممتاز. طيب أحل الخطيب، بس ممكن أحل؟ لا، بدنا نشوف أحمد الخطيب. بس أنا ديما ممكن أحل. السلام عليكم. دقيقة يا مس ديما، بس دقيقة شوي على المثال اللي بعد أحمد. يلا يا أحمد، أهلا. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام. نجح سعاد وأختها في المسابقة الرياضية. الواو اللي بين سعاد وأختها واو عطف. برافو عليك، واو عطف. ليه قلنا أنها عطف؟ لأنه هاي بتجي مشترك بنفس المعنى هي وأختها. أيوة ممتاز، أحسنت. اشتركتا سعاد وأختها في فعل أو في حكم النجاح. هيك أنا بقدر أحدد، هيك بقدر أحدد. ممتاز يا أحمد، شكرا مس. إذن هاي عطف. طيب نشوف دي حدا ما شارك. أسيل بس أجاوب. ديما عفوا، دقيقة. يلا يا ديما جاوبي لنا الأخيرة. استيقظ محمد وفاطمة وأذان الفجر. ممتاز، كان عندنا ثنتان من الواو. أيوة برافو. أول واحدة واو العطف والثانية معية. أيوة أحسنتي. أول واحدة استيقظ محمد وفاطمة، هون عندي الواو هاي دلت على اشتراك محمد وفاطمة في حكم الاستيقاظ، فبالتالي هون بحكي إنها واو عطف. تمام، هون بحكي إنه هاي واو عطف. طيب وأذان الفجر بعد، أو استيقظ محمد وفاطمة وأذان الفجر، أي مع أذان الفجر، فبالتالي الواو هاي راح تكون واو معية. وبلاحظ إنه الاسم اللي بعدها منصوب، وإذا ما كان منصوب أنا يعني بحط حالة النصب أو الحركة النصب عليه. بس بدي أشارك. أحسنته. مين عندي؟ مين؟ رغد؟ رؤى مس. رؤى، طب يلا مس يلا نروح على النشاط الثاني أو الثالث. عين المفعول معه في كل ما يأتي، ثم في كل مما يأتي ثم اضبط آخره. يلا يا رؤى. سهرت أنوار المدينة القدس حماها الله تعالى وأنوار. ممتاز، وأنوار أو أنوار هي الكلمة التي دلت على المفعول معه، وبضبطها بالفتح، صح؟ صح. أحسنتي. طيب نشوف مين حدا عندي ما شارك. ساندرا أظن نادينا عليكي بس ما رديتي. ساندرا تقدري تشاركي هلأ؟ ماشي بس أنا ما ناديت علي بس إذا بدك عادي بجاوب كمان مرة. طيب دقيقة يا ساندرا، بما إنك جاوبتي، مين اللي كان يحكي إنه نادينا عليه وما رد؟ أسيل؟ أنا يونس. يلا أسيل. انتظرت وطلوع الشمس. انتظرتك وطلوع الشمس. وين المفعول معه؟ طلوع. طلوع، أحسنتي، اللي هي الكلمة اللي بعد واو المعية. انتظرتك مع طلوع الشمس. برافو، إذن هاي الواو واو المعية وهي المفعول مع طلوع. طيب تمشى السائح وأعمدة آثار جرش. بدي حدا ما شارك أبدا. هلا الحصة تقريبا في نهايتها، والأمثلة الأنشطة يعني نمطها هو نمط واحد يعني متكرر معنا إذا لاحظتوا، فبتقدروا للي إذا ما لحقنا نحل كل الأمثلة بنحل إن شاء الله يا أما الحصة الجاي أو بتكملوا. طيب بس حدا رزان ولا مش رافع إيدك أصلا؟ رزان. طيب ملك. أمس بتقدري تشاركي معنا مس؟ آه. يلا تمشى السائح وأعمدة آثار جرس، شو رأيك وين المفعول معه؟
الحرف حرف الواو المعية اللي هي السائح وأعمدة، المفعول معه أعمدة. مفعول معه وأعمدة، وكيف بنضبط آخره؟ فتحة على آخره. أيوة برافو عليكي. محتاجك ينفع أشارك هلا؟ رزان يلا تفضلي. سرنا وأمواج البحر. أمواج واو واو معي، وأمواج هي مفعول معه أو فتحة. أحسنتي برافو. إذا أنا بقدر أستبدل الواو بكلمة مع، فبالتالي هي واو معي والكلمة اللي وراها هي المفعول معه. شكرا لك. لما يلا استيقظت وهبوب الريح. الواو هاي واو المعية، وهبوبة هي المفعول معهم فتحة. برافو عليك. يعني أظن الدرس سهل على الكل، يعني ما فيه غير فكرة واحدة، ما فيه أو عفوا يعني فكرتين ممكن واو العطف، بس بما أنه أخذنا واو العطف من قبل فأتوقع سهل، أنه سهل الفهم. بس بتخربط. نعم هي جمل بتخربط، تحس إن هي عطف. هلأ هون إيش بتسألي حالك؟ هل يشترك الركنين اللي هي قبل الواو وبعد الواو في نفس الحكم؟ مثلاً لما أحكي استيقظت وهبوب الريح، تمام؟ هل ممكن أن أو بدي اسم ظاهر؟ هون طلعي هون، تمشى سائح، معلش نعمل ميوت. تمشى السائح وأعمدة جرش. ممكن هون أشك إنه هي تكون واو عاطفة، لكن عشان أتأكد بدي أسأل حالي سؤال، هل اشترك الاسم اللي قبل الواو واللي بعد الواو لنفرض إنها عاطفة، هل اشترك الاسمين في حكم واحد اللي هو خلينا نحكي المشي؟ لا ما اشترك. مستحيل. هل يمكن أن يتمشى السائح وأعمدة جرش؟ هل الأعمدة لا أبدا، الأعمدة لا تقوم بالحكم اللي عندي، طالما اختل شرط واحد من شروط العطف فهي غير عاطفة إطلاقا. عطول بروح على معنى المعية اللي هو تمشى السائح مع أعمدة آثار جرش، أي بمجاراتها بمحاذاتها أو بجانبها مثلا. فيعني بمجرد ما يساورك الشك عطول اسألي هذا السؤال، وإن شاء الله أنه بتبين معك. طيب آخر واحدة ينشرها مين عندي؟ زيد. بس أو ممكن نفرق بيناتهم، إنه يعني لو إجت الواو بين اسمين بتكون عطف. هلأ مو شرط، لأنه شوفي هون السائح وأعمدة، السائح اسم وأعمدة اسم. لو لا قصدك إنه اسمين علم. اسم علم. اسمين علم. اسم علم ممكن. ممكن ها يعني واردة أو مشهورة، يعني صيغة مشهورة لصيغة العطف. أحسنتي ممتاز. طيب زيد حابب تشارك معنا؟ آيمس تفضل. ينشرح الصدر وجمال الطبيعة، جمال الطبيعة، جمال اللي هي مفعول معه وعلامة نصبها الفتحة. أحسنت. جمال الطبيعة بس أنا سنتست شغلة في الدرس إنه دائماً بيكون مفعول معه بيجي كمان مضاف، والكلمة اللي بعدين بتكون مضافة عليك. أحسنت، يعني أحسنت، ملاحظة دقيقة جداً ولسه بدي أحكيها. دائماً أو غالباً بتكون المفعول معه يأتي مضاف والكلمة اللي بعدها بتيجي مضاف إلى. أحسنت يا زي، أنت رائع. يعني هون عندنا ينشرح الصدر وجمال الطبيعة، استيقظت وهبوب الريح، سرنا وأمواج البحر، تمشى السائح وأعمدة آثاري. هاي كل همس عبارة عن تركيب الإضافة إذا نتذكره، تركيب الإضافة اللي هو مكون من مضاف ومضاف إليه، كلمة توضح أو تتمم عندي معنى كلمة نكرة. برافو يا زين، يعني هاي كمان شغلة ما تقدر تساعدكم. هل بنلاحظ هل هي مضاف، هل هي مضافة اللي هي المفعول معه ولا لا؟ طيب هلا ممكن معنا، معلش مين اللي عندي؟ أنا عاد أجاوب. مين عندي؟ أجاوب أنا. جنى. يلا تفضلي. بس هلا عندي نشاط 4 استخراج، هيك بدنا نركز كتير على أسئلة الاستخراج، لأنه سؤال وارد كتير إنه يجيك بالامتحان اللي هو استخرج من النص مثلاً، بيحكي لك اسم معطوف زي اللي عنا. يلا اسم معطوف عندي يزدهي. هلأ نقرأ النص، ممكن تقرأ لنا يا جنى؟ تمام. أيها الجنود والبواسل، البواسل، أنتم حمار الوطن تسهرون وبريق الأنجم
ليبقى الوطن عزيزا منيعا، يعلو المصافة مصاف المجد، فألف ألف تحية إجلال وتقدير لكم أيها الجنود المخلصون، فبكم يزدهي الأمن وتحلو الحياة. برافو عليك. هلأ عندي تنتين واو معية وتنتين واو عطف، تقدري تحددي لنا إياها؟ أوكي، عندي يزدهي الأمن وتحلو الحياة هي تكون جملة معطوفة، تحلو ممتازة. هي اسم معطوف. ممتازة. عندي يزدهي ويحلو، يزدهي هنا وتحلو، عندي فعل معطوف على فعل، وهاي الواو واو عاطفة، اشترك في نفس الحكم. ممتاز. طيب عندي كمان، عندي إجلال وتقدير، شو رأيك هاي؟ إجلال وتقدير معطوف. أيوة برافو، إجلال وتقدير، هاي الواو واو عاطفة، اسم معطوف. هاي واو ممتازة. إذن هاي الواو واو عطف، أحسنتي. طيب نشوف الفرع الثاني. أحسنتي يا جنى، شكرا. مس مين معي؟ رزان. يلا مس. عندي مفعول مع وبريقة. دقيقة شوي. برافو وبريقة. أنتم حماة الوطن الذين تسهرون وبريق الأنجم. هنا يريد أن يقول أن حماة الوطن أو هؤلاء الجنود البواسل يسهرون مع بريق الأنجم، دلالة على أنهم يسهرون في الليل وفي حين بريق الأنجم وفي حين في شدة الليل، يعني في شدة الظلام. إذن بالتالي هنا أستطيع أن أستبدلها بحرف مع، تمام، وبريقة هي المفعول معه. أيضا ليبقى الوطن عزيزا منيعا ويعلو ومصاف المجد، شو رأيك هنا كمان مصاف؟ مصاف تنفع برضو. أيوة معي. أيوة معي، ممتاز. هنا برضو بنلاحظ الملاحظة اللي حكاها زميلكم زيد، إنه المفعول معه يأتي وضاف إليه. هاي شوفوا هون، وبريقة الأنجمي هنا، ومصف المجدي أيضا، كلها جاءت مضافة والاسم الذي بعدها مضاف إليه. طيب ممتاز. مصاف المجد. نعم. ما في واو بمصاف المجد. بلى هيها، يعلو ومصف المجدي. مش مكتوب عندي. مبينة معك. يعلو ومصف المجدي. بس مش مكتوب عندي بالكتاب عشان هيك. بس انت لما حكيتي لي كمان انه في تنتين مفعول معه، اطلعت انه ما في غير واحده في كتابي. بكتابك ما في غير واحده؟ طيب خلص، اذا ما في غير واحده اللي هي بريقه، صح؟ صح. طيب ممتاز، للي عندهم. بس هي الصح يعني انه يكون ومصاف المجد، انه يعلو مصاف المجد، الا اللي عندهم بالكتاب واو بنعتبرها، اللي ما عندهم عفوا بنعتبر بريقة هي واو المعية. طيب آخر مثال عندنا، أو عفوا آخر نشاط، هو نموذج في الإعراب. كيف بيجينا الإعراب؟ حكينا هيها، أعرب ما تحته خط، يخشع المؤمن وسماع القرآن الكريم، صحوت وصيا حديك، سرنا وضوء القمر. رح تلاحظوا إنه إعراب واحد لا سماعة. هلأ سماعة وصياحة وضوءة والضوء عفوا. يلا يا مس، هلأ اعربي لنا سماعة وصياحة وضوء ضوء، لأنها نفس الإعراب. مس أظن الحل أعرب ما تحتها خط. سؤال ثاني. أيوة أبلش فيه أنا. بدنا سماعة وصياحة وضوء نفس الإعراب، فاعربي لنا يا. وسماعة الواو معية. سماع اللي هي مفعول معه منصوب علامة نصب الفتحة، وواو هون برضو ممتاز. واو معية، وصياح مفعول معه منصوب علامة نصب الفتحة، وبرضو الأخيرة واو واو معية، وضوء منصوب مفعول معه منصوب علامة نصب الفتحة. برافو. إذا حكينا بيشتركوا بنفس المعنى بنفس الإعراب، بيشتركوا بنفس الإعراب، وهي أنها مفعول معه منصوب بالفتحة. إذا بنلاحظ أنه حط لي خط كمان على القرآن والديك والقمر، بالتالي زي ما حكينا بالملاحظة قبل شوي أنها تأتي دائماً كلها مضاف. أيوة، وهي مضاف
وكلمة القرآن والديك والقمر كلها مضاف إليه مجرور، وبالجملة الأولى الكريم هي نعت. نعت. طيب هلأ هيك بتكون بس انتهت حصة. ممتاز. بدي أشكر حضوركم جميعا، وللي ما بس شو مسابقة هلأ مس يعني بما أنها انتهت الحصة ممكن إن شاء الله للحصة الجاي. يعطيك العافية. طيب الله يعافيكم جميعا وشكرا كثير لحضوركم. العافية مس. الله يعافيك يا رب. في الحصة الجاي حناخد مهارات صح؟ ممكن بنشوف يعني حسب شو التصويت الغالب. وبدي منكم ما تنسوا تفوتوا تقيموا لنا الحصة، وتفوتوا على مواقع التواصل عنا على الواتساب على الفيسبوك، وما تنسوا خاصية سين جيم على المنصة. وشكرا كتير لحضوركم مس، ويعطيكم ألف عافية. يعافيك العافية مس. الله يعافيك مس. الله يعافيكم جميعا.